انطلقت اليوم في مركز التجارة العالمي بدبي أعمال الجناح الوطني البحريني بمعرض رايتكس 2021 وذلك بتنظيم من صندوق العمل تمكين ويشارك في الجناح كل من مجلس التنمية الاقتصادية وعشرين شركة ناشئة وثلاث جامعات وشركة بنفيت وبرعاية رئيسة من كل من شركتي ألبا وبتلكو وتاكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه تقنيه المعلومات والاتصالات في تلبيه حاجات النمو الاقتصادي، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين السيد حسين رجب على الفرص الجاذبه التي تزخر بها البيئه الاقتصاديه في مملكه البحرين، وما تقوم به المملكه من جهود واضحه نحو تشجيع التحول الرقمي في مختلف التطبيقات الاقتصاديه، وما تقدمه من بنى تحتيه وسياسات داعمه لبناء نظام مستدام يقوم على التكنولوجيا بما فيها برامج ومبادرات تمكين والتي تؤكد على ضرورة الاستثمار في الفرص واستجابة مؤسسات القطاع الخاص والكوادر البشرية على حد سواء